الله سبحانه وتعالى خلق العالم هذا في توازن عجيب. نسب من الأشياء المهمة اللي موجودة في الدنيا، والدنيا والحياة ما تستغني عنها أبدا، الأشجار الخضرة. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشجار أكثرها اللي في العالم تنبت من نفسها، ومطلوب منا نحن أن نخدم هذا الجانب من الحياة، لأنه تقوم على مصالح حياتنا كلها. النبات هو الأساس في الهرم الغذائي في العالم. الحيوان يأكل من النبات، والإنسان يأكل من النبات والحيوان، فهو اللي مفروض يكون أكثر شيء في الدنيا الأشجار. والإنسان له دور كبير في تشجير هذا العالم للمصالح المترتبة عليه. من نعمة الله إنه الأشجار علينا نحن بس نغرسها، علينا إحنا بس نحط البذر ونرعاه رعاية بسيطة، لكن من الزارع؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سبحان الله، تتفكر أنت بس تحط البذرة في الأرض وربنا سبحانه وتعالى يفلقها. فالق الحب والنوى. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الغرس وعلى الزراعة كثير جدا. قال لنا هذا الحديث العجيب: ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فتأكل منه دابة ولا طير ولا وحش إلا كان له صدقة. تخيل أنه لما تزرع زرعة أي شيء ذو كبد رطب، حتى حشرات طيور أي شيء يأكل منه ينتفع فيه، أو إنسان يكون لك صدقة عند الله سبحانه وتعالى وأجر. هذه السعة العظيمة في المقصد، في المنفعة العامة. اليوم من مشكلات العالم الكبيرة جدا مشكلات متعلقة بالزراعة، مشكلة الاحتباس الحراري حلها الأساسي الزراعة، تخضير الأرض هو الحل الأكبر. مشكلات كثيرة في التلوث الهوائي الموجود في كثير من المدن بسبب نقص الزراعة في هذه المدن، الحل هذا النبوي المحمدي. في مسألة لابد نركز فيها، في طريقة في التفكير عند النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن نعيد الانتباه منها. النبي صلى الله عليه وسلم حمل الفرد المسؤولية. كثير من الناس يقول أنا يعني لو زرعت شجرة شجرتين ثلاثة إيش أعمل؟ كم ححل من هذه المشكلة؟ يحتاج لها مليارات. نعم، لو أنت استجبت والثاني والثالث والرابع، انتشرت ثقافة الزراعة باعتبار أنها منفعة ومعاملة مع الله سبحانه وتعالى، سيكون لو 100 مليار ونصف مسلم أو مؤمن لو استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالغرس، فغرس الواحد 10 أو 20 أو 100 شجرة لكانت انتهت كثير من مشكلات العالم اليوم المتعلقة بالتلوث وبالاحتباس الحراري. اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم بالزراعة عجيبة وكثيرة، منها أنه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غرس، حتى ورد أنه غرس لسلمان الفارسي 200 نخلة بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أراضي صدقة في المدينة، مزارع في المدينة كانت مزارع صدقة، كانت في منطقة العوالي في المدينة تنتفع بها المدينة من حيث الخضرة من حيث الثمار. فكرة المحميات، هذه الفكرة العجيبة اللي اليوم العالم كله يهتم فيها، أول من صنع فكرة المحميات هو النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول رجال البيئة: محمية مكة، محمية المدينة، فكرة الحريم، يعني فكرة المنطقة اللي تكون خارج المدينة تمنع أن تستهلك أو يبنى فيها مباني. ليش؟ حتى تكون هذه المنطقة متنفس للبلاد. فكرة الرئة النابضة في وسط البلد، لو بلد كلها تقفلت ما فيها مزرعة ما فيها خضرة تتحول إلى أمراض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعض الأماكن مزارع. فكرة عظيمة جدا، فكرة عالمية صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، هي إحياء الموات. إذا هناك أرض ليست ملك لأناس أحييتها زرعتها صارت هذه الأرض ملكك، بفكرة إحياء الموات. هذا يحث الناس على الزراعة كثير. أخرج إلى الأراضي التي خارج البلدان، أول فيها فائدة للزراعة، فيها فائدة غذائية، فيها فائدة في الاكتفاء الذاتي، فيها فائدة في
اتساع المدن ألا يتكتل الناس وسط المدن، بل يخرجون ليصنعوا مزارع فتتوزع البلاد وتنتشر وتتسع البلاد. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قطع الأشجار تحذير شديد جدا، بل حتى منع النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأشجار حتى في حالات الحروب. اليوم في المواثيق العالمية يبحثوا عن في أيام الحروب كيف يمكن أن يحفظوا البيئة. النبي صلى الله عليه وسلم منع عن قطع الأشجار، حتى إذا انتصر على في حرب مع أحد كان يمنع أصحابه أن يقطعوا شجرة، بل كان يحذر ويقول: من قطع سدرة شجرة صوب الله رأسه في نار جهنم. إلى هذا الحد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على حفظ الأشجار من القطع لما يترتب عليه من مشاكل كبيرة في العالم. من المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إليه شجرة من جاءت تمشي إليه في الأرض. علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشجار ظهرت في حبه هو للتشجير، وفي حتى حب الأشجار له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن من منطلق محبتنا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، التي ينبغي أن تكون أكثر من محبتنا لمحبة الأشجار والأحجار، محبتنا نحن لأنه إمامنا ولأنه مربينا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم، هذا يربطنا ويؤكد علينا أن نكون أكثر الناس اتباع واهتداء واقتداء، وآخذين بقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد أتى